بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ عزيزات التلميذات في هذه الحصة الأولى من حصص دروس الإرث والمخصصة لمسلك التعليم الأصيل المستوى أولى بكالوريا مادة الفرائض والتوكيد. قبل الشروع في درسنا ننطلق من وضعية لدروس الإرث كلها، نحاول من خلالها بسط كل الإشكالات والأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع، والتي بطبيعة الحال سنجيب عنها من خلال دروس الإرث المقررة في هذه السنة أو المقررة في السنة الثانية من سلك البكالوريا. أقرأ وضعية الانطلاق. توفي أحمد وترك ثروة كبيرة عبارة عن نقود وعقارات ومنقولات وغير ذلك، وبعد دفنه اجتمع أقاربه وتساءلوا عن مصير هذه الثروة، فقال أحدهم: ننقل هذه الثروة إلى ابنه الأكبر. وتدخل ثان فاقترح توزيعها على كل أقاربه بالتساوي، في حين اقترح آخر توزيعها على الذكور دون الإناث، ليتدخل في الأخير ابنه الأكبر والذي كان من خريج جامع القرويين، حيث قال لهم: إن توزيع تركة الميت قد تكفل الله به ووضع أغلب قواعد وأحكام الإرث في كتابه العزيز حتى لا يدع مجالا للتنازع والاختلاف بين أقارب الهالك كما يحصل الآن. وهذه القواعد والأحكام جمعها الفقهاء قديما وأطلقوا عليها اسم علم الفرائض أو علم الميراث. فما المقصود بعلم الفرائض أو علم الميراث؟ وما هي الأحكام والقواعد المتعلقة بالإرث؟ أسئلة سنحاول إن شاء الله تعالى أن نجيب عنها من خلال دروس الإرث كلها. أهداف الدرس الأول والمتوخى تحقيقها إن شاء الله تعالى في نهاية هذا الدرس: أولا، أن يتعرف المتعلم على مفهوم علم الفرائض وأهميته وحكم تعلمه. الهدف الثاني، أن يتبين حكم تعلم علم الفرائض. ثالثا، أن يدرك الحقوق المتعلقة بالتركة. نبدأ بحول الله عز وجل مع المحور الأول لنتعرف على مفهوم علم الفرائض أو علم الميراث. التعريف الأول هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث من التركة. تعريف ثاني لابن عرفة رحمه الله: علم الفرائض هو الفقه المتعلق بالإرث وعلم ما يوصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق في التركة. إذا تأملنا هذين التعريفين توصلنا إلى أن علم الفرائض علم مركب من قسمين: قسم فقهي يتعلق بمعرفة الأحكام والقواعد المستنبطة من مصادر علم الفرائض، ومصادر علم الفرائض ثلاثة: القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا القسم الأول قسم نظري، أما القسم الثاني فهو قسم عملي يتعلق بالعمليات الحسابية لمعرفة نصيب كل وارث من التركة. إذ لا يكفي فقط أن نتعرف أن الزوج يرث النصف، ولكن ينبغي أن يتعرف على نصيبه بالتفصيل وبالتدقيق وبالعملة المتعارف عليها.
إذن بعد معرفة مفهوم علم الفرائض نتساءل ما أهمية علم الفرائض وما حكم تعلمه؟ هذا ما سنجيب عنه من خلال المحور الثاني. أهمية علم الفرائض. علم الفرائض من أشرف العلوم وأجلها وأرفعها قدرا. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي تولى قسمة التركة بنفسه. ولما كان علم الفرائض من أشرف العلوم، يعني هنا تجلت أهميته وأهمية تعلم هذا العلم. ثانيا، تتجلى أهمية علم الفرائض في حاجة الناس إليه واضطرارهم إليه، حتى لا يقعوا في التنازع والاختلاف كما حصل في وضعية الانطلاق. ثالثا، تتجلى أهمية علم الفرائض في ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في تعلمه وتعليمه، لأنه نصف العلم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض وعلموها، فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه. إذا تبين لنا أهمية علم الفرائض، فما حكم تعلمه؟ هل هو فرض عيني أم فرض كفائي؟ لما نقول فرضا عينيا، هل هو يجب على كل شخص بعينه أن يتعلم هذا العلم، أم أنه يكفي فقط نفر في ذلك نفر من الناس؟ فالجواب هو فرض كفاية. من لمس في نفسه القدرة على تعلم هذا العلم وجب عليه أن يتعلمه ويكفي بذلك. فإذا تعلمه نفر من الناس سقط الإثم عن الباقين. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي ذكرناه سابقا. الآن ننتقل إلى المحور الثالث والمتعلق ببيان الحقوق المتعلقة بالتركة. إذ أنه لما يموت إنسان فنحن لا نوزع تركته على ورثته مباشرة، وإنما لابد أولا من استخلاص الحقوق المتعلقة بها، وهي مرتبة كما وضعها لنا السادة الفقهاء رحمهم الله تعالى، وكما أكدت عليها مدونة الأسرة في المادة 322 من مدونة الأسرة. الحق الأول وهو الحقوق المتعلقة بعين التركة. ماذا نعني بها؟ يقصد بها الحقوق المتعلقة بذات التركة قبل وفاة صاحبها، كالوديعة والرهن. مثال ذلك كمن مات وترك دارا مرهونة بيد شخص بسبب دين له عليه. نفترض أن الهالك قبل وفاته احتاج إلى مال، فذهب عند شخص ثان ليقترض منه مالا، فطلب منه هذا الشخص ضمانة فأعطاه الدار ضمانة ورهنا، ووضعها يعني رهينة في يده. فالهالك وهو على قيد الحياة ما كان يستطيع أن يتصرف في داره إلا بعد سداد الدين عليه. فكذلك الأمر بالنسبة لورثته، لا يمكنهم أن يتصرفوا في تلك الدار ببيع أو بإجارة أو بغير ذلك من أنواع التصرفات إلا بعد تخليصها من الدين. فقط يشترط في هذه الحقوق أن تكون ثابتة وتكون موثقة. الحق الثاني نفقات تجهيز الميت بالمعروف. ويقصد بهذه النفقات ما يحتاج إليه الميت من وقت وفاته إلى حين دفنه. بطبيعة الحال هذه النفقات قد يتكلف بها أحد أقربائه تطوعا وتبرعا، لكن إذا لم يتكلف بها أحد فإذا تستخرج
من ماله ومن تركته قبل توزيع التركة. وهذه النفقات تشمل الغسل غسله وكفنه وحفر قبره، وهذا من دون إفراط ولا تفريط. فإذا تلاحظون أن هذه النفقات لا تشمل الأمور الأخرى التي اعتاد الناس القيام بها من زخرفة القبر ومن إقامة المأتم على هذا الميت. ثالثا، ديون الميت وهي على نوعين. نقدم أولا ديون العباد ثم ديون الله سبحانه وتعالى. فديون العباد مثل مثلا القرض، ربما قد اقترض الهالك قبل وفاته، أو صداق تزوج ولم يعطي الصداق لزوجته وبقي دينا في ذمته، إذن يجب أن يخرج ويؤدى الأجرة. كان عنده عمال هذا الهالك، فإذا نحن نحتاج إلى أن نعطي العمال أجرتهم، شرط ثبوت هذه الديون بالبينة بشهادة الشهود أو بإقرار الهالك قبل وفاته. ثم بعد ذلك تخرج حقوق وديون الله تعالى كالزكاة والكفارات والنذر والفدية، هذا بطبيعة الحال إذا أقر بوجوبها عليه في ذمته قبل وفاته. رابعا، الحق الرابع تنفيذ الوصايا الصحيحة. الهالك قبل وفاته ربما قد أوصى لأحد من أقربائه أو معارفه أو لجمعية خيرية، فإذا لا بد أن تنفذ هذه الوصايا، فقط يشترط أن تكون صحيحة ونافذة. وحتى تكون كذلك لا بد أن تكون في حدود الثلث، وتكون هذه الوصية لغير وارث. إذن بعد استخلاص هذه الحقوق الأربع، بعد ذلك نعطي للورثة حقهم ونوزع التركة على الورثة وفق قواعد الإرث المقررة شرعا، شريطة تحقق أسباب الإرث وأركانه وشروطه وانتفاء موانعه التي سنتعرف عليها في الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى. وقبل الختام نختم بهذا التقويم الإجمالي من أجل تقويم المكتسبات. أولا، ما المقصود بعلم الفرائض وما حكم تعلمه؟ ثانيا، استدل بنص شرعي يدل على أهمية تعلم علم الفرائض. ثالثا، ما رأيك فيما يلي انطلاقا من التعلمات المكتسبة؟ ألف، توفي شخص فقسم الورثة التركة من دون استخلاص الحقوق المتعلقة بها. باء، من لوازم تجهيز الميت التي تخرج من تركته زخرفة قبره وإقامة المأتم له. يفترض أن تكون الإجابات كالآتي. نقدم أولا تعريفا لعلم الفرائض، نكتفي بأحد التعريفين. وحكم تعلمه نشير إلى أنه فرض كفاية. السؤال الثاني، نستدل بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. السؤال الثالث، الوضعية الأولى، إذن نقول الجواب غير جائز تقسيم التركة من دون استخلاص الحقوق المتعلقة بها. الوضعية الثانية، غير جائز تجهيز الميت بزخرفة قبره وإقامة المأتم له، فتجهيز الميت يشمل فقط الكفن والغسل وحفر القبر من دون إسراف ولا تبذير. بهذا نكون قد أنهينا حصة اليوم، شكرا لتتبعكم، وألقاكم إن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.